عايزه اسال سؤال ممكن يبقى ممكن يبان ساذج ما اعرفش، بس انا عماله بفكر انه السينما وليها مردود معين، الدراما وليها مردود معين، مجهودهم اقل، مكاسبهم اعتقد اكتر، ليه المسرح؟ بحب المسرح، انا دراستي مسرح وحياتي مسرح وهو ده ابو الفنون. يعني دايما اقول ان لو مفيش مسرح قوي مفيش فن قوي، زي ما الاستاذ احمد قال، هو السينما الاختراع ده لما جه عندنا كان ظهر وبقوه لان الاساس موجود، المسرح كان جاهز. كان المسرح هو اهم حاجه. في نقطه كمان لو يسمح لي سامح اضيفها، فكره الروح، السينما او التلفزيون احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل رولينج او اكشن، وبعدين بنشحن نفسنا، بنعيش اللحظه، بعدين بعد ما بيخلص الشوت خلاص بنفصل، وممكن حد فينا يروح يعمل مشوار ويرجع ويكمل تصوير. المسرح ما فيهوش الحكايه دي خالص، المسرح هو تراك واحد من الشحن المعنوي والطاقه والروح اللي لازم نحافظ عليها من اول واحنا بنقرا المسرحيه كنص في صاله البروفات لحد اخر ليله عرض، وده شيء صعب جدا انه يتحقق. ولحسن الحظ انا بتكلم، لما الواحد يعني ربنا بيوفقه ويشتغل مع مجموعه بهذا الرقي زي الاستاذ سامح، استاذ ساهر، استاذ يوسف اسماعيل، اساتذه بقى طبعا في المسرحيه كلهم، ما فيش يوم سمعنا ان في اي مشكله في الكواليس، ما فيش حاله من الغيره اللي هي تقليديه جدا وعاديه جدا موجوده في السينما وفي التلفزيون وفي المسرح. موجوده في اي شغلانه. نعم، موجوده في اي شغلانه يا فندم. يعني فعلا حقيقي ناس مقدره قيمه هذا المكان وسعيده وهي جايه تطلع على خشبه المسرح.